مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء العربية التي تتميز بالعديد من المعاني القيمة والفريدة، وذلك ما يجعل الكثير من الأهالي يتمنون تسمية به أبنائهم. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم موفق. موفق اسم علم مذكر من أصل عربي، مؤنثه موفقة، وهو على صيغة اسم المفعول من الفعل وفق يوفق توفيقا، فهو موفق وهي موفقة، والمفعول موفق يقال وفق الرجل بين القوم أي أصلح بينهم، ويقال وفقه الله أي ألهمه إلى الخير وسدد خطاه. والموفق هو الإنسان الناجح في حياته، السعيد الحظ دائما، الملهم إلى الصواب، ومن يحالفه التوفيق والنجاح، السديد في أفعاله وأقواله، الصائب في مسعاه، المسدد الخطى، ومن هداه الله إلى الخير والطريق المستقيم. صفات حامل هذا الاسم: إنسان مكافح وذو شخصية عملية، يستطيع الوصول إلى ما يريد بسهولة ويسر، متفائل بطبعه ولديه أهداف عالية يسعى للوصول إليها وتحقيقها، متحدث لبق يجيد التعبير عن نفسه ويصرح بآرائه وأفكاره، واثق في نفسه كثيرا ويتجاهل كل ما لا يستحق، يتميز بالصلابة والقوة في الشخصية مما يجعل الجميع يحترمه، قادر بشكل كبير على الحصول على الأموال وإنفاقها بسخاء شديد. وهذه بعض الأبيات الشعرية: بهجة الحب تملأ قلبي وعقلي عندما أسمع اسمك الجميل الموفق، أنت مصدر إلهامي وقوتي وثقتي، أحبك بكل مشاعري وأفكاري وأحلامي، في كل يوم يمر أشعر بأني محظوظة لأنك حبيبي وشريكي وسري الكبير، اسمك يجسد كل معاني النجاح والتفوق، وأنا ممتنة للقدر على جلبك إلى حياتي، فأنت ملاذي وقلعتي وحبي الأبدي، معك سأكون دائما موفقة سعيدة. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم موفق؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.